اهلا يا دراغم، عاملين ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة ودرس النهاردة هيكون عبارة عن نتعلم ازاي نرسم اذن او ودان الانمي. فقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وهتلاقوا رابط حسابي على الانستجرام في صندوق الوصف. اي حد هيطبق على اي درس من الفيديوهات دي او اللي فاتت يبعت لي على الانستجرام وهعمل فيديو تصحيح اخطاء. ويلا بينا نبدأ شرح. اول ودان او اول اذن عملت زي شكل بيضاوي، وببدأ اعمل انحناءات. فهنا زي ما انتم شايفين ببدأ اعمل التفاصيل بتاعت العين من جوه. زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان الاذن او الودان الانمي بتكون عبارة عن انحناءات او رسم مبسط، يعني ما بتكونش عبارة عن ظل ونور والحاجات دي، هي بس بتكون عبارة عن، مش بيكون رسم واقعي، هو بيكون رسم بسيط، رسم خطوط بسيطة كده بتبين لي الشكل بتاعي. هنرسم النهاردة 4 اشكال للاذن او الودان، وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. واي حد يطبق يبعت لي على حسابي على الانستجرام في صندوق الوصف، وهتلاقوا لينك صفحتي على الفيسبوك برضو، روحوا تابعوني عليها هتلاقوها برضو في صندوق الوصف. دي الاذن او الودان التانية اللي هنعملها، هتكون عبارة عن قوس نازل لتحت زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما ارسم القوس اللي نازل لتحت هبدأ اعمل الخط اللي جوه اللي هو بيبين لي الحافة او التجويف بتاع الودان او الاذن. بعدين بعمل نص دايرة كده صغيرة ونص دايرة داخلة لجوه تانية صغيرة زي حرف الاس بس المقلوب، حرف اس مقلوب. بكمل الاذن من بره او الودان، وبعملها كده خط خفيف كده، مش بطولها يعني، بخليه بس كده خط يديني ان دي اخر الاذن او الودان. فزي ما قلتلكوا في الانمي مش مطلوب منك انك ترسمها بشكل واقعي. يعني ايه مش مطلوب ترسمها بشكل واقعي؟ يعني مش لازم تبينها باحترافية او زي فيديو الاذن البورتريه اللي هو الاشخاص، رسم الاذن من الاشخاص. الفيديو اللي فات اللي انا نزلته، اللي ما شافوش يروح يشوفه، الفيديو اللي قبل ده على طول، هو عبارة عن رسم احترافي للاذن، رسم واقعي للاذن. فده ما بيكونش مطلوب في الانمي، لان الانمي اصلا هي بتكون شخصية خيالية، شخصية خيالية، فتكون عبارة عن خطوط بسيطة مش اكتر. تالت اذن معانا اهي عبارة عن شكل زي كده النص دايرة بس طالع منها حتى ناحية اليمين. دي هتكون عبارة عن الأذن اللي هي بتكون الظهر بتاعها باين. يعني أنا حاولت أعمل لكم كذا اتجاه للأذن عشان تكونوا واضح لكم الشكل. دي الأذن اللي هي بتكون جاية من ورا زي ما انتوا شايفين. عملت زي شكل كده نازل لتحت نص دايرة ناحية الشمال بعدين نازلة لتحت، وبعدين بعمل خط كده يوصل ما بين الأذن من فوق. وبعدين بعمل هنا زي كده قوس نازل لتحت اهو زي ما انتوا شايفين. دي هتكون الأذن من بره من ورا، وبعمل خط كده خفيف. طبعا لو لقيت مثلا ان انا غلطت في حاجة بالاستيكة وبعدل عليها، فياريت اللي يجي يرسم حاجة يا جماعة يرسمها بخط خفيف، ما ترسمش بأتقل حاجة، لان افرض انت غلطت هتيجي تمزح لو عملته بالتقيل هتلاقي الخط لسه ظاهر في الورقة. لكن احنا لازم نرسمه بخط خفيف عشان لو غلطنا نلاقي ان الخط مش ظاهر بعدها. زي ما انتم شايفين اهو مسحت حتة كده كنت غلطت فيها، وبكمل الرسم عادي خالص. طيب رابع اذن او رابع ودان معانا،
كده احنا رسمنا اذن اللي هي الجانبية اللي من الوش عادي العادية خالص، ورسمنا اللي جاية على جنب شوية، ورسمنا اللي جاية من ورا اللي جاية اللي بين الاذن من ورا. طيب دلوقتي هنخش على الاذن اللي جاية من ناحية الشمال. هنعمل الاذن دي بتكون سهلة جدا، اي اذن جانبية اللي هي ناحية اليمين وناحية الشمال كده من غير ما ابين الجزء الخلفي من الاذن، بتكون سهلة جدا، عبارة عن خطوط بسيطة خالص 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 زي ما انتم شايفين. اهو الموضوع سهل، عملت زي شكل حلزوني كده، بعمل حرف الاس، بعدين بعمل نص دايرة كده لفوق، واي حاجة احس ان انا محتاجة ترفع، محتاجة ازود الطول بتاعها شوية، الحاجات دي بمسحها وبعدين بعيد الشرح تاني. او زي ما انتم شايفين كده فاضل حتة بسيطة كده اعملها، اوقع على الرسمة كمان، فكده يعتبر الاربع امثلة اللي احنا رسمناها تكون خلصت. فاتمنى اذا الفيديو عجبكم يا رغم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وادخلوا حسابي على الانستجرام، ابعتولي التطبيقات وبس. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.